اهلا وسهلا بجميع المتتبعين الاوفياء والمشاهدين الجدد، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير ويدخل عليكم هذا العام الصحه والرزق والرفاهيه يا ربي. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو اللي بسيط، كيفاش تصوبوا حقيبه ادوات او لا مقلمه او لا تخوش كله باش كيسميها. غتصاوبها بواحد الطريقه لي بسيطه، غنعطيكم القياس كما كتشوفوا فيه، وهذا يمكن ان شاء الله يديروا ويبقى عندكم معتمد تاخذوا عليه ان شاء الله القياسات. كما انك هاد الطريقه اللي غنوريك ان شاء الله تقدر تكون مشروع، كما كنقول لكم واخا كثرت عليكم مشاريع ولكن صنعتنا بين يدينا. كما كنقول شعار في الحياه، الصنعه الى ما غنت تعيش. فغنخليكم ان شاء الله على المشاهده ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ليا اللايك وتعليق ودعوات الخير اللي كيشجعوني وكيحفزوني، يعني نعطي ما في جهدي ان شاء الله ونحط فيديوهات زوينين اللي يكون ان شاء الله محتوى مفيد وما فيه ضرر لينا ولوليداتنا كما كنقول عاده. يلا خليتكم على المشاهده والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.